إن الفقر الفكري الذي يعانيه المسلمون بصفة عامة أدى إلى تمزقهم وانحرافهم أو انحراف بعض تياراتهم في اتجاهات لا تخدمهم، وأعتقد أن السبيل الوحيد لنجاتهم وتقدمهم وتوسعهم واحتلال مركزهم تحت الشمس كخير أمة أخرجت للناس إنما هو في دراسة دينهم دراسة واعية من جميع الجهات، لا من الناحية العبادية فحسب، ولا من الناحية الروحية فحسب، ولا من الناحية الاقتصادية فحسب، ولا من الناحية الاجتماعية فحسب، ولا من الناحية السياسية فحسب، وإنما دراسة دينهم من جميع الجوانب كنظام يستطيع أن يعالج كل مشاكلهم وأن ينظم كل أمورهم الحيوية التي يحتاجون إليها. وأعتقد جازما أن الإسلام قادر على أن يملأ أفكارهم وأن يغنيهم عن كل الأفكار الأخرى الدينية والمادية على حد سواء، وأن ينظم شؤون حياتهم وشؤون روحهم وشؤون فكرهم تنظيما لا أقوى ولا أفضل.